عليك سيدي، يعني انا دلوقتي بسمع حضرتك في التلفزيون مثلا، وما عنديش شيخ، ما توفقتش لسه لشيخ وكده، وما بذكرش بصيغه معينه، طب اعمل ايه يعني في سياق كلام حضرتك؟ اذا لم يكن للانسان شيخ فهذا يعني يقولون فيه هدايه ربي عند فقد المربي. نفرض انه ليس لي شيخ، اذن فلا بد علي أن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل هذا الإكثار 1000 مرة في اليوم. وهنا يعني كما يقول الفقهاء والأصوليون ارتكاب أخف الضررين، يعني حتى نرتكب شيئا، لأن الأكمل أن تتلقى العلم عن الشيخ، وأن تتلقى الذكر عن الشيخ، وأن يكون هناك مرشد لك يرشدك في هذا الطريق فيوفر عليك الأوقات ويعالج لك المشكلات ويحل لك الأزمات. هذا هي مهمة الشيخ. فلو كان هذا الشيخ غير موجود، بأن لم تجده أو لم تثق في أحد، أو كانت في بلاد ليس فيها هذا النوع من العلماء، فعليك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها هي مفتاح الوصول. هكذا يقولون على الصلاة، إنها على النبي، إنها مفتاح الوصول، فستجد شيئا عجيب، ستجد أن الله سبحانه وتعالى يوجهك ويرشدك وكذا إلى آخره. قد يكون بطريقة تامة، وقد يكون بطريقة جزئية، ولكن على كل حال هي الوسيلة الفضلى عندما يفتقد أحدنا شيخا مربيا عارفا عالما يرشدنا إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى.